أداء سافر على الصحافة العربية والفلسطينية وعلى حرية التعبير واعتداء على شبكة الجزيرة بالدرجة الأولى. قوات الاحتلال وصلت إلى هنا واقتحمت هذا المكتب نحو الثالثة فجرا، وكانت قوات كبيرة قد اقتحمت مدينة رام الله ومنطقة المنارة والشوارع المحيطة وسدت الشوارع ومنعت أحد من الاقتراب، واقتحمت قوات منهم كبيرة المكتب هنا، ومن ثم سلمونا أمرا بإغلاقه لخمسة وأربعين يوما بذريعة أنه يساند الإرهاب ويعمل على التحريض، وأنه سيقومون بمصادرة كافة المحتويات الموجودة في الداخل. أوقفوا عملية التصوير، نحن كنا في بث حي عن الأحداث التي تجري في الشمال وإطلاق الصواريخ والقصف على لبنان، وأخرجونا من المكتب أنا والزملاء الذين كانوا معي، وأخرجونا إلى الخارج وأنزلونا إلى آخر شارع شيرين أبو عقلة، هو عنوان هذا المكتب بالمناسبة، وبقينا هناك حتى أنهم منعونا من أخذ سياراتنا وأبقونا نحو ثلاث ساعات إلى أن انسحبوا في النهاية. نحن لا نعرف ما الذي فعلوه في الداخل، لأنهم رفضوا أن يسمحوا لأحد منا بأن يبقى على الأقل يراقب ما يجري. جئنا الآن بعد أن انسحبوا وكانوا قد أغلقوا مدخل الرئيسي للمكتب بالصاج الحديد واللحام كامل، وعلقوا هذا الأمر باللغة العبرية، وهذه القوائم التي يقولون أنها معدات قد استولوا عليها داخل المكتب وأخذوها معهم، وهي معدات تصوير ومعدات حواسيب وغيرها. وهذا الأمر الذي جاء وعلقوه هنا وهو موقع من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي المسؤولة عن احتلال الضفة الغربية. لم يصلنا من قبل أي إخطارات أو إنذارات بالمناسبة، سوى ما كان يتسرب من تحريض بأنهم ينوون أيضا إغلاق مكتب الجزيرة في الضفة الغربية، بعد أن أغلقوا مكتب الجزيرة في القدس بالخامس من مايو أيار الماضي، ويقومون بتجديد إغلاقه كل 45 يوما، وهذا الأمر أيضا بخصوص المكتب في رام الله هو ل 45 يوما، وبموجب قانون أوامر الطوارئ وقانون الطوارئ من عام 1945، وهو قانون يتبع للانتداب البريطاني الذي كان على فلسطين. خذ الباب كامل.